إذ قال مسؤول غربي ومصدر فلسطيني ومصدران مصريان لرويترز إن إسرائيل تسعى إلى إدخال تعديلات على خطة تهدف إلى التوصل لهدنة في غزة. ووفقا للمصادر الأربعة، فإن التعديلات تشمل إطلاق سراح الأسرى لدى حماس، وهو ما يعقد التوصل لاتفاق ينهي القتال المستمر منذ 9 أشهر. وقالت المصادر الأربعة لرويترز إن إسرائيل ترى أنه يتعين فحص النازحين الفلسطينيين لدى عودتهم إلى شمال القطاع عندما يبدأ وقف إطلاق النار، مشيرين إلى أن إسرائيل تراجعت عن توافق سابق يسمح للمدنيين الفلسطينيين الذين فروا إلى جنوب القطاع بالعودة إلى ديارهم بحرية. وقال المصدر الفلسطيني والمصدران المصريان إن حركة حماس رفضت المطلب الإسرائيلي الجديد، في حين أشار المصدران المصريان إلى أن هناك نقطة خلاف أخرى تتعلق بمطلب إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة على حدود غزة مع مصر، وهو ما ترفضه القاهرة. يأتي ذلك فيما أعلن البيت الأبيض في بيان أن الرئيس جو بايدن حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التوصل لاتفاق على وقف لإطلاق النار في غزة. هذا فيما أفاد بأن بايدن أعرب عن الحاجة إلى سد الفجوات المتبقية وإعادة الرهائن وإنجاز الاتفاق في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن بايدن شدد على ضرورة إزالة العقبات التي تعوق تدفق المساعدات الإنسانية. كما شدد بايدن على أهمية حماية أرواح المدنيين، مؤكدا التزام واشنطن تجاه أمن إسرائيل. سيدي الرئيس، نحن نعرف بعضنا منذ 40 عاماً، وقد عرفت كل رئيس وزراء لإسرائيل على مدار 50 عاماً منذ جولدا مائير. لذا من يهودي صهيوني فخور إلى أمريكي إيرلندي صهيوني، أود أن أشكرك على 50 عاماً من الخدمة العامة و50 عاماً من دعم إسرائيل، وأتطلع قدماً لإجراء مناقشات معك اليوم وللعمل معك في الأشهر القادمة. هذا والتقت نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأوضحت في ختام اللقاء أنها عقدت محادثات صريحة وبناء معه، مؤكدة التزام بلادها تجاه إسرائيل وأمنها. وأعربت هاريس عن تفاؤلها بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة، معربة في الوقت نفسه عن قلقها لعدد الضحايا والأزمة الإنسانية في القطاع. لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب لتشعر إسرائيل بالأمن، ويتم إطلاق سراح الرهائن وإنهاء معاناة الفلسطينيين ويستردوا حقهم في العيش بحرية وكرامة وتقرير المصير. لقد كانت هناك تحركات تبعث على الأمل بشأن التوصل إلى هذا الاتفاق، وقد أبلغت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه حان الوقت لإتمام هذه الصفقة. لذا إلى كل هؤلاء الذين كانوا يطالبون بوقف إطلاق النار، ولكل شخص يصرخ عاليا من أجل السلام، أسمعكم ولننجز هذه الصفقة. لقد عبرت لرئيس الوزراء الإسرائيلي عن مخاوفي الشديدة من تفاقم المعاناة الإنسانية في غزة، إضافة إلى مقتل أعداد كبيرة من الأبرياء المدنيين، وكذلك عبرت عن مخاوفي الشديدة بخصوص الأوضاع الإنسانية المروعة ل2 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ونصف مليون شخص يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي. فما حدث في غزة على مدى الأشهر التسعة الماضية يعد أمرا فظيعاً. لقد قلت أكثر من مرة إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، والمهم الطريقة التي تفعل بها ذلك. حماس هي عبارة عن تنظيم إرهابي وحشي، وفي 7 أكتوبر قامت حماس بالتسبب في هذه الحرب التي أودت بحياة 1200 شخص بما في ذلك 44 أمريكياً، وقامت بارتكاب أعمال عنف جنسية مروعة، وقامت باختطاف 250 رهينة في غزة منهم أمريكيين. وقبيل لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعا مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إلى نهاية سريعة لحرب إسرائيل مع حركة حماس واستعادة الرهائن، وأضاف أن إسرائيل ينبغي أن تحسن إدارة علاقاتها العامة.
كما انتقد الرئيس السابق في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز من احتج على الكلمة التي ألقاها نتنياهو أمام الكونغرس، مطالبا بمعاقبة من يدنس العلم الأمريكي بالسجن لمدة عام. She will not blindly get the vote of the base that the Democratic Party has massively. ومن رام الله ينضم محمد هواش معنا في هذا اللقاء. سيد محمد، كما سمعت هناك متطلبات إسرائيلية جديدة، إحداها هو فحص النازحين الفلسطينيين لدى عودتهم إلى شمال القطاع. لماذا ترفض حماس هذا الشرط؟ صباح الخير ست رولا لك وللسادة المشاهدين. أعتقد بأن السؤال الأهم هو لماذا توضع شروط جديدة كلما يعني اقترب التوصل إلى اتفاق، وكلما يعني قدمت حركة حماس موافقات وموافقة أولية وتفصيلية على كل ما يتعلق بمراحل الصفقة. المبدأ تم التوافق عليه. أنا سؤالي أستاذ، نعرف بأن هناك دائما اشتراطات جديدة لأنه هناك على الأرض دائما ما هو جديد، لكن سؤالي لماذا ترفض حماس هكذا طلب؟ أولا يعني لا يمكن إجراء فحص دقيق لأكثر من 1,000,000 فلسطيني نزحوا من منطقة شمال غزة ومن مدينة غزة، وإمكانية عودتهم إلى بيوتهم إن كان لهم بيوت بعد في تلك المناطق. لا يمكن إجراء فحص يعني لكل شخص والتأكد من أن هذا الشخص هو لا ينتمي إلى حركة حماس أو لا ينتمي إلى فصيل فلسطيني أو ينتمي إلى هذا الفصيل أو ذاك، وبالتالي هذا يعني شرط تعجيزي وليس شرطا يعني يسهل إجراء اتفاق ويعني وقف هذه الحرب. بنيامين نتنياهو إذا كان هذا الشرط تعجيزي فليتركوا يوافقوا على هذا الشرط ويجعلوا إسرائيل هي من تعجز عن تحقيقه. لا أعتقد بأن من المناسب أن توافق حركة حماس على كل شرط جديد تضعه إسرائيل على الإطلاق. هي وافقت على المبادئ الأساسية لإنهاء الأزمة هذه من خلال الموافقة على إطلاق سراح الرهائن على دفعات وفق الاتفاق ووفق الإطار الموضوع من قبل الوسطاء ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي، لكن أن يعني كلما وافقت أن يضع بنيامين نتنياهو شرطا جديدا، الإسرائيليون أنفسهم يعني يقولون بأن بنيامين نتنياهو هو الذي يضع شروطا من أجل رفضها من قبل حركة حماس، ولا يريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ولا يريد يعني أن يطلق سراح الأسرى بدون يعني مقابل، كما يقول أنه يريد تحقيق النصر الكامل ويريد استكمال هذه الحرب إلى نهايتها. وبالتالي يعني ليس الفلسطينيون أو الوسطاء أو يعني كل الإسرائيليين، ولكن هناك خشية سيد محمد إسرائيلية من أن يكون بين هؤلاء النازحين مندسين من حماس أو أيضا متعاونين مع حماس، وهؤلاء لن يشكلوا فقط خطر على إسرائيل بل أيضا على الفلسطينيين الذين سيعودون بحال قيامهم بعمليات من هذه المناطق مرة أخرى. يعني لا أعتقد بأن يعني تأييد مواطنين فلسطينيين لحركة حماس هو يعني يسبب حربا ويسبب يعني هناك فارق بين مؤيد وعنصر بحماس أو متعاون معه.
العنصر في حماس، هناك حرب تشن على الشعب الفلسطيني وهناك حرب تشن على حركة حماس، ويعني في الحرب كل شيء جائز، بمعنى أن إسرائيل التي تقوم بجرائم يومية في كل قطاع غزة لا يجوز السكوت على هذه الجرائم، والحديث عن جريمة اختباء يعني عنصر من حركة حماس في مناطق قريبة من المناطق المدنية، وحركة حماس ليست جيشا يعني يوجد على الحدود وهرب من الحدود واختبأ بين المدنيين، حركة حماس حركة ككل حركات التحرر الوطني تكون موجودة بين مواطنيها وبين يعني الأماكن المدنية. ولكن هناك أصوات من داخل هناك أصوات من داخل هؤلاء المدنيين يرفضون تواجد عناصر حماس داخلهم، وبدأت تظهر على مواقع التواصل وعلى الإعلام، لأن هذا التواجد سبب لهم الموت، لهم ولأطفالهم وعائلاتهم. لا، ليس صحيحا. الذي سبب لهم الموت هو إصرار إسرائيل على استهداف المدنيين في كل مكان، ووجود يعني مقاتل من حركة حماس بين يعني بين تجمع مدني او بين في مخيم او في مدرسة يوجد بها، هذه ذريعة لا يمكن القبول بها على الإطلاق. لا يوجد مبرر قانوني ولا سياسي ولا أخلاقي لقتل 100 فلسطيني من أجل يعني وجود مقاتل بينهم بالصدفة أو يعني يأتي لزيارة عائلته أو لتفقد يعني أحد أقربائه أو أحد يعني عناصر يعني ضرورية لقضايا تتعلق بلوجستية تتعلق بإدارة حياة المدنيين في تلك المناطق. وبالتالي يعني نحن نرفض أن يكون هناك يعني مقاتلون بين المدنيين، ونرفض أيضا أن تكون هذه ذريعة لقتل المدنيين. المشكلة أن إسرائيل تصر على قتل المدنيين بصرف النظر إن كان هناك بينهم مقاتلين أو لم يكن هناك مقاتلين، وهذه هي المشكلة، وليست المشكلة في وجود مقاتل هنا ومقاتل هناك. الحرب دائرة، والحرب دائرة على كل شيء في قطاع غزة، على كل أشكال الحياة، على المدارس، على المستشفيات. هل يعني تبين بأن المستشفيات كانت مخابئ لحركة حماس في قطاع غزة؟ لماذا دمرت المدارس، الجامعات، الآبار، المياه، المخابز؟ لماذا دمر كل هذا؟ يعني هل لأن هناك مقاتل من حركة حماس في كل مخبز على سبيل المثال؟ هذا غير 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 منطقي على الإطلاق. حركة حماس ارتكبت أخطاء وترتكب أخطاء، ولكن لا يمكن اعتبارها ذريعة لقتل المدنيين الفلسطينيين. هذا أمر مختلف تماما. بعد سيد محمد متابعتك لزيارة نتنياهو إلى واشنطن وهذه الشروط التعجيزية، هل بات مؤكدا لديك أو بنظرتك بأن بالفعل نتنياهو لن يتوصل إلى اتفاق، وكل ما يتم الحديث عنه أيضا من قبل الإدارة الأمريكية بالقرب توصل الاتفاق هي ليست صحيحة؟ يعني هذا هو السؤال المهم. أعتقد بأن مستوى الضغوط الأمريكية على بنيامين نتنياهو اليوم ربما يعني عبرت عن نفسها من خلال تصريحات لبايدن وتصريحات لكامالا هاريس، وحتى المنافس دونالد ترامب طلب من بنيامين نتنياهو يعني وقف هذه الحرب ويعني تغيير الاتجاه. وبالتالي أعتقد بأن هذه الضغوط مهمة جدا، وأعتقد بأنه سيأخذها بعين الاعتبار، على الرغم أن الإسرائيليين يعتقدون بأن بنيامين نتنياهو لا يريد التوصل إلى وقف إطلاق نار، ولا يريد إطلاق سراح الرهائن، ويريد يعني أن تستمر هذه الحرب حتى يعني إلى ما لا نهاية. والكل يعرف بأن استمرار الحرب يتعلق بأهداف أو بدوافع سياسية خاصة شخصية ببنيامين نتنياهو. نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من رام الله محمد هواش. شكرا لكم. شن الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت أماكن مختلفة في قطاع غزة، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وقصف الجيش الإسرائيلي أيضا أبراجا سكنية ومنازل في محيط مدارس، كما وقعت اشتباكات مسلحة بين مقاتلين فلسطينيين وعناصر من الجيش الإسرائيلي على مقربة من محور نتساريم وسط دوي انفجارات في المكان.
قتلت غارة إسرائيلية جميع أفراد عائلة الطفلة سوار ولم يبقى لها أحد. سوار تعاني من إصابة بالغة وترقد الآن في العناية المكثفة في مستشفى شهداء الأقصى. تنابر بفول 50 وكيتامين 60. كانوا يعني أهلي في الدار قاعدين يعني مع عاد الغدا متجمعين كل هياتهم بيتغدوا، فجأهم صاروخ يعني ما خلاش حدا فيهم. راح أخونا ومرت وأولاد وضلت بنته من ريحته. راسها نعيد التجميل أو يجي أول زيف وصريخ خلينا نحط راح حبيبتي. الاحتلال ما خلى شيء لسوار صفيت بلا ام ولا اب ولا اخوه، حتى العابها راحوا، سريرها راح، كل شيء راح لسوار. حياه سوار من عمرها سنتين انحكمت انها تكون يتيم، كتب عليها اليتم. سوار الان ما في لها اي حدا في هالكوكب. ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اليوم أن قياديا في حركة حماس في الضفة الغربية توفي بعد نقله من سجن إسرائيلي لمستشفى. وأوضحت الهيئة أن مصطفى محمد أبو عرة البالغ من العمر 63 عاما توفي جراء تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي، نقل على إثره من سجن ريمون إلى مستشفى. مشيرة إلى أن الشيخ أبو عرة كان يعاني من مشاكل صحية صعبة وبحاجة إلى متابعة صحية. ويذكر أن 18 فلسطينيا على الأقل لقوا حتفهم خلال احتجازهم لدى إسرائيل منذ اندلاع حرب غزة. ومع دخول الولايات المتحدة سباقها الرئاسي تتراجع أولوية ضبط الجبهة بين لبنان وإسرائيل مع توقعات لحرب طويلة مع تراجع وتيرة الحراك الدبلوماسي واستمرار التصعيد الميداني. 9 أشهر من المعارك المستمرة بين لبنان وإسرائيل كبح جماحها التحركات الدبلوماسية، لكن مع دخول الولايات المتحدة سباقها الرئاسي لم تعد هذه الجبهة أولوية بعد أن فوت لبنان أكثر من قمة واستحقاق وزيارة دولية. نافذة الدبلوماسية تضيق والمخاطر تزيد، ومع انقطاع الدبلوماسية بعد فترة والانشغال الانتخابي ولو تمدد هذا الموضوع بالتحولات اللي صارت الانتخابات الأمريكية، الربط حزب الله تدخله بموضوع غزة وبالوضع بغزة ينذر بأن الموضوع سيطول. استبق حزب الله خطاب نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي بسلسلة جديدة من الهدهد ركز خلالها على القاعدة الجوية الأكبر في المنطقة الشمالية. أما الجيش الإسرائيلي فأعلن عن رفع جاهزيته للقتال في الشمال. تهديدات متبادلة ليست بالجديدة، لكن هذه المرة قد لا تجد من يخفف من وطأتها كما كان يفعل مفد الرئيس الأمريكي أموس هوكشتاين في كل مرة يصل بها المنطقة على عجل. تفتح صناديق الاقتراع ب5 تشرين الثاني بواشنطن بنية رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو أن يقود الولايات المتحدة الأمريكية هذه الحرب الطويلة. ليس مستغربا أن تستمر الحرب، وليس مستغربا أيضا أن يتم أي اتفاق في أي لحظة. نحن نعيش لحظة قد يستثمر فيها البعض بالوقت الضائع. إن جاء ترامب أو وصلت كاميلا هاريس إلى رئاسة الجمهورية الأمريكية لا أعتقد أن شيئا سيتغير. الإدارة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية هي من تقود الاستراتيجية الكبرى. يتزامن الانشغال الأمريكي مع عطلة أوروبية دبلوماسية خلال شهر أغسطس تصبح معها الساحة خالية تماما من أي حراك دولي. مع دخول الولايات المتحدة سباقها الرئاسي سيؤدي أي خطأ ليس في الحسبان على الجبهة بين لبنان وإسرائيل إلى تبعات مدمرة تصبح فرملتها أصعب من انشغال الوسيط الأمريكي. غنوة يتيم، الحدث، بيروت.